مين؟ عزرائيل؟ هو انا مت ودخلت الجنة ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت الممرضة بتاعتي؟ ايوه يا حاج، تحت امرك. اسمك ايه يا شابة؟ ايه يا حاج؟ هنبتدي من اولها يعني؟ تبر قلبي، شو بدك من اسمها؟ معلش يا حليمة، ما هو لازم يعرف اسمها. انا اسمي زهرة. اسمك حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، حضرتك وانت قاعد غير وانت واقف خالص. انت اكيد ابنه مش كده؟ يا تقبريني، شو ابنه؟ هذا اخي ماجد، يقبر قلبي، طيار قد الدنيا. طيار؟ اهلا وسهلا، تشرفنا. وانتوا بقى مين؟ احنا مراتاته يا حبيبتي. مدام فهيمة ومدام حليمة اختي، يبقوا زوجات الحاج. ما كفايه رغي بقى، هو في البيت رغي وهنا رغي؟ ارحموني، حرام عليكم، انا تعبان تعبان قوي. ما تقولش كده يا حاج، ده انت زي الفل والحمد لله. لا تعبان، واما اقول انا تعبان يعني تعبان. ممكن تتفضلوا بقى. يلا يا مدام فهيمه، يلا يا اختي، يلا بقى. تفضل. مع السلامه. خلونا نسيب الحاج يرتاح. اتفضلي. سلامتك يا حاج. طب اسيبك انا بالحاج واعدي عليك ان شاء الله كمان شويه. لا لا استني استني، انت خليكي جنبي. ايوه بس انت لازم تستريح. بقول لك خليكي جنبي، مش انت الممرضه بتاعتي؟ ايوه بس انت واخد حقنه منومه ولازم تنام وتستريح شويه. انام ايه؟ هو اللي تشوفك يعرف ينام. بقول لك ايه، اطمني كده ان الباب اتقفل. هم قفلوا عليهم الباب ليه؟ يا مدام ايه لزوم القلق ده؟ احنا اللي قفلنا الباب، وبعدين ممرضه موجوده معاه، جايز تديله حقنه او بتغير له على الجرح. انتوا شفتوا عيونه شلون طلعت لبرا لما شاف الممرضه؟ الله اكبر، احنا ابتدينا بقى وجع الدماغ. السلام عليكم. لا استنى، تعال تعال نشوف بيعملوا ايه جوه. يا جماعه عيب اللي بتعملوه ده، عيب. ممرضة موجودة مع واحد لسه خارج من قط الإنعاش، هتكون بتعمل إيه معاه يعني؟ والله أنا ماني مرتاحة، تقبرني يا ماجد، تفوت أنت تطلع عليهم. وأنا اللي بقول عليك يا عقلة يا حليمة. عقلة؟ عقلة؟ هو اللي يتجوز الحاج يبقى في عقل؟ مساء الخير. مساء النور يا كابتن، إزيك؟ الحمد لله، الحاج أخباره إيه؟ لا كويس الحمد لله، انا سايباه نايم، خلصت ورديتي بقى وماشيه. طب كويس، خلاص انا اطمنت عليه، مفيش داعي تطلع. تسمح لي اوصلك؟ لا متشكره، معايا توصيل. معاكي عربيه يعني؟ لا انا بركب ميكروباص. طب تسمحي لي ان انا اوصلك؟ لا معلش، مش عايز تعبك معايا. باي باي. لا لا في تعب ولا حاجه، اصل بيتي بعيد قوي عليك. تصبح على خير. صباح الخير. يا صباح الفل يا كابتن. اخبار الحاج ايه النهارده؟ انا اصل بقالي يومين ما شفتهوش. الحاج زي الفل، انا حتى مصدقت ان عينيه راحت في النوم، سبت شويه استريح. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا لا متشكر. اكيد شغلانتكم دي صعبه صح؟ لا خالص، احلى حاجه في الدنيا ان انت تبقى بتشتغل يعني على راحه الناس. علشان كده سموكم ملائكه الرحمه. تفتكر دلوقتي في ناس ملائكه؟ انا متاكد من الكلام ده، ما انا شايف واحده منهم قدامي دلوقتي. هو انت ليه النهارده مش لابس البدله بتاعتك والبتاع اللي بتحطها هنا دي؟ عجبتك البدله؟ اه. شعر الطيران ده بيتحط من ناحيه الشمال فوق القلب على طول. ويا ترى القلب بقى بيبقى فاضي ولا مليان؟ هو بصراحة القلب كان فاضي، بس من يومين كده اتملى فجأة، اتملى أكسجين وحاجات حلوة. انت تقصد ايه؟
والله خايفه اقول لك تقومي تزعلي. يا لهوي، انت حد يتضايق منك ولا يزعل منك؟ لا يمكن حد. يا صباح الخير، يا صباح الفل. ايه ايه مالكم؟ في حاجه ولا ايه؟ هو الحاج كويس؟ الحمد لله الحاج كويس. الحاج زي الفل. بس يا ريت صوتك توطي صوتك شويه عشان في ناس عيانه والحاج برضو عيان. انا اسف، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. انا على فكره ممكن انسحب. لا لا انسحب ليه يا اخي؟ ما انت جيت خلاص. انا اسف. على ايه؟ انا عندي اصلا مريض فوق، راح اغير له. ما تزعليش مني يا زهره. على فكره انا اسمي انسه زهره، وبعدين اسف على ايه؟ هي مالها الممرضه دي؟ شكلها كده اتضايقت من وجودي. ما افتكرش انها اتضايقت من وجودك. يعني بالنسبه لها وجودك زي عدمه بالظبط. يا سلام، امال ليه اول ما جيت راحت ماشيه؟ ما قالت لك عندها شغل؟ دي ممرضه بتدي حقن، بتشوف الناس العيانه. وحبك الشغل يعني اول ما انا جيت؟ ما كانت واقفه معاك وقاعدين تصوصوا لبعض، ما حبكش الشغل ساعتها يعني. انت عايز ايه بالظبط؟ السلام عليكم. تاكسي يا هانم؟ المرة دي مش قادر اقول لا. اتفضل. بالمناسبة أنا كل يوم بكتشف في حاجات جديدة. النهاردة اكتشفت فيها إيه؟ هو الجمال أنا اكتشفته من زمان. بس النهاردة اكتشفت فيك خفة الدم والبساطة. كفاية كده. أنت بتجاملني؟ أنا ما بجاملش. هجاملك ليه؟ أنا بقول الحقيقة بس. قلت الكلام ده لكام واحدة غير؟ يعني حوالي 155 واحدة، جايز أكتر شوية أقل شوية، مش متأكد من الرقم. إيه اللي أنت بتقوله ده بقى؟ أنت طبعًا أول واحدة بقول لها الكلام ده. أنا أول مرة أعرف إن الطيارين عندهم مشاعر وأحاسيس كده. اللي هم الطيارين مش زي كل الناس؟ أنت مصرة تروحي بيتك دلوقتي؟ إشمعنى؟ أنا لسه ما اتغديتش. إيه رأيك نروح مكان نتغدى سوا؟ تقصد نتعشى؟ نتعشى، نتغدى، المهم نكون مع بعض. للأسف أنا مش هقدر، أصل والدتي ست كبيرة وعيانة، لازم أديها الدواء هتطلع الأكل. سلام. أنت ساكنة هنا؟ بص بصراحة أنا ساكنة في الحارة اللي جوه دي، بس مش هقدر أقولك تخش بالعربية، أنت عارف إن دي أماكن شعبية وكلام الناس كتير. أنا أسفة إني بقولك الكلام ده. لا عادي. أنا متشكرة أوي. تصبح على خير. وانتي من اهله يا زهره. زهره، ازيك يا زهره؟ ازيك يا ماجد؟ انت فين بقالك مده ما شفتكش؟ مده ازاي؟ انا تقريبا اول امبارح شفتك هنا. ايوه بس انت امبارح ما جيتش يعني. ناسي ان انا بشتغل طيار، واحيانا الشغل بياخدني يومين وثلاث ايام. بس انت ماشيه بدري ليه؟ اصل بيني وبينك زهقت من الشغل في المستشفى هنا. امبارح نقلوني قسم الاطفال، والنهارده عايزين يرجعوني تاني قسم الجراحه. قال ايه الحاج مصمم عليا. بس هو ده كان مكانك من الاول يا زهره يعني. ايوه بس الست حليمه وفهيمه هما اللي نقلوني. بيني وبينك يا ماجد انا مش عايزه مشاكل خالص، قلت اخد اجازه بقى لحد ما يخرج من المستشفى الحاج. وهتسلمي كده ببساطه وتخليهم يشمتوا فيكي؟ ايه رايك نخرج نقعد في مكان هادي ونتكلم في الموضوع؟ موضوع ايه؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ضروري يعني؟ ضروري. اصلك انتي ما تعرفيش انا بحب الحاج فرج قد ايه، ومش عايزه يفتكر انك رافضه تكون الممرضه بتاعته. قلت ايه؟ قلت طبعا. انا ما كنتش عارفه ان انت بتحب الحاج قوي كده. انا بموت في الحاج. طيب
أنا عارف إن أختي ومدام فهيمة زعلوكي، لكن بصراحة هما معذورين. المشكلة في الحاج، لما بيشوفهم بيحاول يغيظهم وحاول يصير غيرتهم. أيوة بس أنا ذنبي إيه بقى يا كابتن ماجد؟ كابتن ماجد؟ ما بلاش كابتن دي، ماجد وبس. خلاص ماجد وبس. عشان خاطري بقى عايزك ترجعي للحاج. أيوة بس الحاج مش ناوي يجيبها البر، وبعدين بصراحة بقى أنا سمعت إن هو راجل مزواج. يا زهرة مفيش حد في الدنيا يقدر يتجوز واحدة غصب عنها، إلا بقى إذا كانت ظروفها سيئة جدا. في ناس كتيرة قوي ظروفها سيئة جدا بتعمل حاجات غصب عنها. لكن اللي أقدر أقوله عن اللي بتعمل كده إنها زي اللي بتبيع نفسها. في ناس كتير جدا بتبيع نفسها عشان خاطر اللي في رقبتهم يعرفوا يعيشوا. ده يبقى نوع من الانتحار. إزاي إنسانة تتجوز إنسان تاني ما بتحبهوش ولا في بينها وبينه أي نوع من التواصل؟ المشاعر والأحاسيس مش كلام بيتقال، المشاعر والأحاسيس هي اللي بتدي حياتنا قيمة، ومن غيرها حياتنا ملهاش لا طعم ولا لون. بعدين في ناس كتير ما معهاش فلوس مع ذلك ما بيتنزلوش عن مشاعرهم وأحاسيسهم. أنا بقى بحترم الناس دي جدا. الكلام حلو قوي، بس احنا في زمن صعب يا ماجد، زمن بيطحن بني آدمين. نغير الموضوع بقى، أنا عايزك ترجعي للحاج، مش عايزه يزعل منك عشان خاطري، وهتكون بقى فرصة أشوفك. أنت شايف كده؟ أنا شايف كده. بعدين مش هي دي الفرصة الوحيدة اللي بقدر أشوفك فيها؟ أنت ما كنتيش أساساً عايزة تيجي معايا هنا لولا قلت لك هنتكلم في موضوع الحاج. أيوة بس إحنا ما اتكلمناش في موضوع الحاج وبس. صح، إحنا اتكلمنا في مواضيع كتير، لكن ما اتكلمناش في أهم حاجة لازم نتكلم فيها. اللي هي إيه؟ ما اتكلمناش عن نفسنا. لا لا، كل اللي في نفسك قوله، يعني اللي انت عايز تقوله قوله. طب مين فينا اللي هيبتدي، انت ولا انت؟ لا انا عايز اسمعك انت الاول. يبقى انت اللي تبتدي بقى. انا فاهم، عندي حق، قلت الاقي سيادتك مرزوع هنا وقفل تليفونك من الصبح ليه؟ مش فاهم. انا مساء الخير. مساء النور. لا ده انت المفروض تلمي تليفونك ده في النيل يا راجل. إيه انت هتفضل قاعد هنا كتير؟ انا مرتاح كده. ما تقعد هناك زي الناس المحترمه. يلا سيبني. بعرفك على باشمهندس فريد مصطفى، زميلي في الشركه اللي بشتغل فيها. زميلك بس؟ ايه يعني، صاحبي وحبيبي واخويا واعز صديق عندي. ايوه كده تعبك، كمل بقى التعارف. زهره ممرضه في المستشفى اللي رأيت فيها الحاج. اه وانا اقول الحاج طول في رقدته ليه؟ ده العيله كلها اتضربت باين. ليك حق يا معلم، تنسى شغلك والمطار، دول دايخين عليك. تتكلم جد؟ اه امال ايه؟ يا مؤاخذه يا مدمازيل، اصلهم بعتوني اجيبه من تحت تقطيع الارض، بس انا بصراحه جيت هنا لا لقيت تقطيع ولا لقيت ارض، انا لقيت الجنه. انا حاسس ان انا في الجنه يا اخواني. حيلك حيلك يا ابني، ايه ده انت داخل حامي قوي كده ليه؟ انا مش مالي عينك يعني؟ يا عم ما تفصلنيش، سيبني اقول الكلمتين اللي عندي. ده مش كلام، ده غزل وغزل صريح. لا حدي انت قوي، المهم انت بس جري على المطار يلا، اصل في طياره طالعه المطاريه وهم مزنوقين قوي في طيار. بس انا ما عنديش شغل النهارده. ايه؟ لا ما هو اصلي بس انا سمعت ان اشرف محمود عنده ظروف، عيان او خالته بتولد، في حاجه يعني. يلا حبيبي يلا عشان هم مستنيينك. يلا ما اقدرش، لازم اوصل زهره الاول. مالكش دعوه انت، انا هوصلك. لا لا ما تتعبوش نفسكم، انا هاخد تاكسي واروح. لا تاكسي ازاي وانا موجود، انا هوصلك انا. لا متشكره، انا اصلي عندي مشاوير كتير جدا هعملها قبل ما اروح يعني. النبي لو رايحه كوت ديفوار هوصلك. اهو اصرارك ده هو اللي يخوف. ايه ده، مفيش ثقه ولا ايه؟ اه طبعا في ثقه في زهره، لكن انت الواحد يخاف منك يا اخي. ايه زهره دي؟ دي يا ابني اسمها زهره، افتح الزين. وبعدين لو ما عندكش ثقه فيا خلي عندك ثقه في نفسك. وانت خلي عندك شويه دم. ماشي، قول لي معاك فلوس ولا احاسب لك انا؟ ايوه يا جورج، أنا ماجد. لا أنا مش هقدر أطلع رحلة باريس بكرة، شوفوا حد تاني غيري. لا محتاج يومين ثلاثة أريح شوية بس. طيب ماشي هكلمك بعدين، متشكر. ماجد ماجد ماجد، انا عماله من الصبح عندي عليك، انت مش سامعني ولا ايه؟ ما خدتش بالي. ايه يا ماجد،
في ايه؟ مفيش. اصلك انت النهارده طول النهار يعني ما اتكلمتش معايا خالص. يعني عشان اعمل خاطر للحاج مش عايزه يزعل. يزعل؟ وايه اللي دخل الحاج بيني وبينك؟ ما انا لسه سامع اخبار حلوه. اخبار حلوه بخصوص ايه؟ انا مش فاهمه. يعني مش عارفه؟ لا مش عارفه. احنا مش هنقف نتكلم هنا، ممكن تنزل تحت تستناني؟ ويا ترى الحاج هيسمح لك؟ انا مش فاهمه انت تقصد ايه. انا واحده حره ما حدش ليه كلمه عليا. وبعدين الحاج خارج النهارده، انا عايز اعرف اشوفك ازاي بعد كده. ماجد عشان خاطري انا هغير هدومي وهنزلك على طول، استناني. ها من فضلك. ايه يا كابتن ماجد؟ مالك؟ انت بقى بصراحة اليومين دول مش عاجبني. انت كنتش عاوز تتجوز انت الاخر؟ وماله؟ انا تحت امرك، بس انت شاور. لا يا حاج، انا جيت اودعك بس. تودعني؟ يعني ايه؟ انت رايح فين؟ اصلا انا اتنقلت وماشي بكرة. اتنقلت؟ طب وليه يا جدع الشحططة دي؟ ما انت قاعد وسط الناس اللي بيحبوك، ده ولاد اختك بيموتوا فيك. ولو انت عايز الحاج يعني يكلمهم عشان يلغوا لك النقل ده، الحاج ما عندوش مانع خالص. اه طبعا، شوف لي انت بس مين اللي ماسك عندكم وانا اكلمه على طول. انت عارف يا ماجد انا متاخرش عنك في اي حاجه. خيرك سابق يا حاج، خيرك سابق. ما تقولش كده يا جدع، عيب. انت زي ابني بالظبط. خساره، يا ما كان نفسي اخلف ولد واشوفه زيك كده. لكن معلش، كله اسم ونصيب. على العموم الجايات اكتر من رايحات. انت بس جيب لي اسم الجدع اللي نقلك ده. لا يا حاج معلش، اصلا مفيش عندنا وسايط. انت باين عليك على نياتك يا ابني. الدنيا كلها ماشيه بالوسايط دلوقتي، اشمعنى انت اللي عايز تمشي دغري؟ عشان يعني سايق طياره؟ طب ما انت ساعات برضو بتحاول لمؤاخذه زي يمين وشمال. الله الله يا حاج، ايه الحكم دي؟ شوف يا كابتن ماجد، خد الحكمه من بوق الحق. انا مش عايزك تحمل هم. مالك مهموم ليه؟ اذا كانت حكايه النقل دي مش عاجباك، انا يا سيدي مستعد اشتري لك طياره وتبقى تطلع بيها براحتك. صح يا حاج، ويشغلها الجيزه فيصل. يلا استاذن انا يا حاج. اقول لك ايه، براحتك. اشوف وشك بخير. سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك. اختك عارفه؟ اه عارفه. مع الف سلامة يا كابتن. الله يسلمك. محترم الكابتن ماجد ده. وبعدين معاكي بقى هتفضلي تحصري في نفسك كده على طول يا بنتي؟
اخرتها. مش قادرة يا ابو، مش قادرة. انت سايبة حالك ومحتالك وقاعدة كده، هنقعد كده لحد امتى بقى؟ انا لو اعرف بس يا الله اللي غيره من ناحيتي كنت استريحت. ما يمكن عرف ان الحاج فرج عايز يتجوزك. لا ما عرفش يا امه، انا خلاص ما بقتش فاهمة حاجة والله العظيم، لو فهمت هستريح. خلاص يا حبيبتي خلاص بقى، عشان خاطر انا اعملي معروف. قومي كده اغزي الشيطان وقومي. انت ناسي ان فرح اخوكي كمان يومين؟ اشوفني والنبي يا ما بس اقفلي الباب وراكي. حاضر. ايه يا اختي ده؟ يعني رجعت حليمه لعادتها القديمه؟ دي رابع مره اشوف المنظر ده، كل ما يجي الحاج يتجوز اشوف نفس اللطمه والولوله. ما انتوا خلاص المفروض انكم عرفتوا الحاج وتعودتوا عليه. لك انت السبب، انت السبب يا ماجد. انا السبب؟ ازاي يعني انا السبب؟ ايوه اختك معاها حق. ما هو انت لو كنت قدرت تميل قلب اللي ما تسمى دي وخلتها تحبك ما كانتش اتجوزت الحاج وقعدتنا القعده الزودة دي. لك ليش يا اخي انت ما اتجوزت؟ هيك تركت لواحد نسوانجي هانت عليك اختك بهالسهوله. وبعدين بقى انا مش ناقص ومش عايز اتكلم في الموضوع ده. ممكن هو بقى يا اخويا في موضوع تاني نتكلم فيه غير ده؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس وجت فوق دماغنا، جايه لنا دوره جديده. على العموم انا جاي اسلم عليكم قبل ما اسافر، اشوف وشكم بخير. ليش تقبرني مرة ايه؟ انا اتنقلت ومسافر بكرة. تقبر قلبي؟ بدك تهرب من حبك؟ وبعدين معاك يا حليمة، وبعدين بقى ده الحاج لو وصلت له حاجة زي دي هيزعل مني. ايوه ايوه يا اخويا ايوه، ما هو خوفك من الحاج ده هو اللي جابنا ورا ووقعنا الوقعة السودة دي. يا ست فهيمة انا ما بخافش من الحاج، انا بحب الحاج وبحترم وشايل جمايله فوق دماغي، ودي تفرق كتير. ياه وشو هالجميلة يلي شايل لياها تقبر قلبي بانه يتجوز البنت يلي انت بتحبها؟ لا، جميل انه رباني وصرف على دراستي وتعليمي وكان زي والدي بالظبط السنين اللي فاتت دي كلها. عن اذنك. اتفضلوا بينا الاكل هيبرد. اه اتفضل يا حاج. يلا ناكل لقمه مع بعض. اتفضل. انت شرفتنا النهارده. بسم الله يا حبيبتي. ما بتاكلش يا ماجد؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا 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 بالعكس، تسلم ايديك يا طارق. ايه حاج انت صايبه يعني كده؟ مش تدور له على عروسه تكون بنت حلال؟ هو بس يقشر وانا من الصبح اجوزها لي. اه حقيقه يا كابتن، انت عمرك ما فكرت في الجواز؟ زي ما مامتك قالت لما الاقي بنت الحلال. سيبوكوا منه ده بكاش، اصل الجماعه الطيارين دول ما ينفع لهمش جواز، دول كل يوم في بلد. طب تصدقي بايه؟ انا كنت اعرف واحد طيار زي ماجد كده، كان متجوز أربعة، كل واحدة في بلد، إيش في إنجلترا، وإيش في إيطاليا، وإيش في فرنسا، ده غير بقى استغفر الله العظيم يعني الحاجات الطياري كده الصحوبية يعني. طب النوع ده بقى يا كابتن؟ إيه يا جماعة أنتوا إيه حكايتكم؟ أنتوا لخمتوه ما بقاش عارف ياكل. حماتي باين عليها بتحبك قوي يا ماجد. وأنا بحبها جدا، دي زي والدتي بالظبط. خلاص بقى يا حماتي، انت اللي مسؤوله من دلوقتي تجيبي له عروس ان شاء الله. الحمد لله سفره دايمه. يا جدع راح فين؟ معلش يا حاج لازم امشي. يا جدع اقعد اقعد، لسه الحلو جاي. طب اقعد بقى. طب ايه رايك بقى انك ما انتش منقول من هنا الا لما نتفق لك على عروسه؟ سلامتك حبيبتي. سلامتك. شرب شرب. بسم الله الرحمن الرحيم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله على سلامتك يا زهرة. أنا عمري جابني هنا. أنت كويسة يا بنت الحمد لله. ما خلاص حكم على فرج. ما تفكريش في اللي حصل دلوقتي يا زهرة. خلي بالك من نفسك الأول. يعني إيه؟ هيقضي بقية العمر اللي فاضله في السجن؟ ربنا معايا يا بنتي ومعانا. مش قادرة أصدق. مش قادرة أصدق، حاسة إني في كابوس. ما تخافيش. المحامين بيقولوا لسه في نقض. هيحصل خير إن شاء الله. إيه الوردة المفتحة دي؟ ماجد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا ست الكل؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ ايه انت بقيتي احسن ما شاء الله. الحمد لله. انا جيت اطمن عليكي واشوفك قبل ما اسافر. هو انت مسافر تاني؟ اه انا اجلت سفري اكتر من مره، انت عارفه بسبب موضوع الحج، بس ما اقدرش اجل اكتر من كده. وناوي ترجع امتى تاني ان شاء الله؟ هكون موجود في النقض ان شاء الله. يلا اشوف وشكم خير. الله، مش بس تشرب حاجه؟ نشرب بقى براءة الحاج. يلا استأذن. سلام. ماجد! زهرة؟ ازيك يا زهرة؟ انت فين؟ انت اللي فين؟ يعني ما اتصلتش عشان تطمن عليا؟ انت يا بني ادم، انت قاطعني ساعة ونص جوه؟ ايه ده؟ مش معقول حاجة زهرة! ازيك يا فريد؟ انت بتعمل ايه هنا انت كمان؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ اللبناني اساسا. الله، صدفة حلوة قوي دي. هنقف هنا نتكلم؟ تعالوا نقعد في مكان ونتكلم، يلا. طب ثانية واحدة بس، هجيب شنطتي من ورا. ماشي. لا براحتك. يلا يا معلم يلا. تعال. ايه؟ جيب شنطتها بقى. ما نجيبها معانا. هو فريد اتنقل معاك هنا؟ لا أبدا. أنا عزمته يجي يقعد معانا هنا كام يوم في لبنان. إنما أنت إيه اللي جابك هنا يا زهرة؟ أنا جاي أشتغل. اشتغلي إيه؟ جبت لكم أحلى أكل في لبنان. أنت اشتغلت هنا جرسون يعني؟ يا عم ده لو استنى لهم سنه ما كانوش هيجيبوا الاكل. الناس بتضرب بعض بالجزم فوق. تقول لك يا زهر هات ازاز ميه. هات. انا جرسون بجد كده. تقول لك يا زهر تيجي نخش شراكه انا وانت في مشروع كافيتيريا زي دي؟ ما بحبش اشارك حد. وبعدين انا الحمد لله الايام ديت بفتح سلسله سوبر ماركت كبيره قوي. الله الله، ده انت داخله بتقلك يا حاجه. وانت جايه هنا بقى شوبينج ولا جايه تعملي ايه؟ لا جايه شغل. قبل ما اجي هنا كنت في سوريا، يعني عندي شويه طلبيات كده يا ميش. وبقالك هنا كام يوم؟ بقالي 4 ايام. 4 ايام ومش فاكيش ازاي؟ ده احنا صايعين في بيروت كلها. ما الست جايه في شغل، مش جايه تتفسح زيك. خلاص فسحوني انتوا بقى. هو حقيقي اللي انا سمعته ده زهره؟ سمعت ايه يا فريد؟ سمعت ان انت والحاج فرج بومبا. وبعدين بقى معاك يا فريد عيب، احنا جايين نفسحها ولا جايين نقررها؟ اوعى يكون كلامي ده ضايقك. يعني حتى لو زعلت هتقول لك انا زعلت؟ انا ما اديتش ولا حاجه. عايز تعرف انا طلعت ليه يا فريد؟ بصراحة عايز، بس ده يعني من باب الفضول ليس علم. وبصفتك ايه عايز تعرف الكلام ده؟ بصفتي صديق الحاجة، والصديق لازم يعرف كل حاجة عن أصدقائه ولا ايه؟ أنا مريت بظروف صعبة قوي. حصل لي مشاكل كتيرة قوي ما كانش ليا فيها أي ذنب. صفتي كلها مرات تاجر مخدرات وبس. فهمت بقى؟ حاجة ده؟ ما هو مش مهم الشكل الخارجي، المهم الداخلي يعني. طبعا المهم الداخلي طبعا. ايه رايك يا ماجد؟
ما انت عارفه رايي من زمان قمر. وكابتن بيعاكس ولا حاجه؟ لا دي مش معاكسه ولا غزل، دي الحقيقه. اتفضلي. انا اللي اقول لها اتفضلي. الله اتفضلي بس. اجيب بوزة ايس كريم لبناني. حد عايز؟ انا عايزه. مش عايزه يا ماجد؟ مش هجيب. تعرف يا زهرة، انا لسه مش مصدق اللي حصل مع الحاج الفرج. مين يصدق انه ممكن يتاجر بالمخدرات؟ انا متأكد انه في سوء فهم حاصل. معاك حق يا ماجد، بس تعمل ايه بقى في الناس اللي بتحكم قبل حكم المحكمة؟ عندك حق. أنا آسف إن أنا فتحت السيرة دي، بس فعلاً مش مصدق. وبعدين مش مصدق برضه اللي حصل بينكم يعني. أنت زعلان إن أنا سبت الحاج فرج ولا إيه يا ماجد؟ مش موضوع زعلان يا زهرة، بس أنا متأكد إن الحاج فرج كان بيحبك جداً. هو بس؟ عايز افهم فيه ايه؟ تقعدوا تتكلموا اول ما اجي تسكتوا. اسكتنا عشان انت تتكلم براحتك يا حبيبي. اتكلم اقول ايه ان شاء الله؟ يعني تقول لنا ايه رايك في المكان ده؟ عليا النعمه، احلى حاجه في المكان ده ان انت موجوده فيه. عمرك شفتي حد جاهز زيه؟ جاهز دايما. خد كل واسكت، امسك. بصي على حسابي ده على فكره. الله شوكولاتة بحبها قوي. تعالى يا زهرة اركبي معايا. يلا شوف رزقك يا نمك. عموما لبنان طرية برضو ولا ايه يا عسل؟ حاجة؟ لا مفيش حضرتك. ايه؟ ايه؟ خفة ولا ايه؟ مين الراجل القصير ده؟ انت ليه مشيت فريد؟ ما انت زعلت يعني؟ لا ما زعلتش، بس مستغرباك قوي. عمال تتعامل معايا كأننا في يوم من الأيام ما كانش فيه أي مشاعر بينا. برضه مش فاهم. لا أنت فاهمني كويس قوي. أنت ليه نقلت نفسك أول ما عرفت إن الحاج فرج عايز يتجوزني؟ ليه كل ما كنت بتشوفني في مصر ما بتحاولش تسلم عليا؟ نسيت أكلمك ليه يا ماجد؟ بتتكلم أنت ساكت ليه؟ أتكلم أقول إيه يا زهرة؟ أنت نسيتي جمايل الحاج فرج عليا؟ اتفضلي. I'm
شكلك يزعل وانت قاعد لوحدك زي البؤساء كده. قاعد لوحدك ليه؟ بتتريق يا حضرتك؟ انت نزلت وسبتني لوحدي في لبنان اقعد مع مين؟ نانسي عجرم؟ طب ما خرجتش مع زهرة ليه؟ اتصلت بيها في الاوتيل قالوا لي ان هي سافرت. سافرت؟ غريب، قالت انها مش هتسافر. جايز حد كلمها من مصر وقالوا لها عندها مشاكل في الشغل فسافرت. ويمكن راحت تركيا. كمان جايز. ما هي قالت عندها شغل في تركيا. بقول لك يا مجوده، هو ايه النظام مع زهره؟ نظام ايه يعني؟ من اي ناحيه؟ يعني من كل النواحي. من غير لف ولا دوران. انت عايز توصل لفين؟ يعني انت لسه بتحبها؟ قلت لك من غير لف ولا دوران. قول لي بقى بصراحه، انت عايز توصل لايه بالظبط؟ مش لما اعرف مشاعرك من ناحيتها الاول يا اخي. تحب اجيب لك من الاخر؟ يا ريت. زهره ست شخصيتها قويه وعارفه هي عايزه ايه بالظبط. يعني لا انت ولا انا هنقدر ناثر عليها. سيبها براحتها. يا سلام على تفكيرك يا متأني. طب بقول لك ايه بقى، يلا ننزل نسهر سهره نودع بيها لبنان. لا يا حبيبي، انا لا هسهر ولا هودع، انت اللي اسهر براحتك. بس قول لي انت ناوي تسافر ليه؟ ما هي الاجازه في الشغل خلصت يا كابتن. بس انت مش كنت مددت الاجازه بتاعتك لاول الشهر؟ بس الشغل وحشني قوي. الشغل وحشك؟ الشغل ولا صراحه ولا ايه رايك بقى في ده؟ انت طلعتي عقر يا زهر. بس انا كنت عارف انك ما سافرتيش، لانك لو سافرتي على الاقل كنت اتصلتي بيا وقلتي لي انك مسافره. بس دخلت على فريد مش كده؟ عشان يبطل تاني يعمل برم. كان عايزك تسافري عشان يلحقك بقى. ليه؟ يعني مش عارفه ليه. طب انت ايه رايك؟ انا رايي ان دي حياتك انت. يعني انت مش مبسوط ان انا قعدت؟ لا مش مبسوط طبعا. خلاص همشي. لا انا طاير. مش مبسوط، طاير. انا هشرب اللي هتشرب انت منه. ما تقول بقى، هاخد نسكافيه باللبن. نسكافيه باللبن. ماجد، انا حاسه ان انت مخبي عني حاجه او عايز تسالني سؤال بس مكسوف مني، مش كده؟ انا بصراحه كان في سؤال محير، السؤال لسه محير. انت ليه اصلا اتجوزت الحاجة؟ انت السبب. انا السبب؟ ازاي انا السبب؟ سبتني ليسا زي اللي متعلقه في الهوا بالظبط. انا كنت فاكر ان اللي عملته ده كان في مصلحتك انت. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انا ما رضيتش ادخل في منافسه مع الحاج فرج عليك. كنت دايما بقول لنفسي انت فين والحاج فرج فين. وبعدين بصراحه كده يا زهره، انا ما رضيتش ان انا احرمك من فرصه الثروه اللي كانت قدامك. صدقني يا ماجد، لو كانت اياميها الفلوس مهمه عندي، الحب كان ممكن يخليني انسى اي حاجه. انا اياميها قدمني واحد غني قوي مع فلوس كتير، بس انا رفضت ابيع نفسي. على العموم جوازك من الحاج فرج ما كانش سيء، يعني انت اللي طلعتي كسبان. لكن خسرت جزء كبير قوي من حياتي بين عينك. مبروك انك خلفت منه. ايوه جبت ولد. عارف ليه سميته ايه؟ الحقيقه انا ما عرفتش، لكن دلوقتي عرفت. قولي لي يا زهره، هو طالع جميل زي يا ماجد؟ انت فعلا لسه شايفني حلو؟ انا هفضل طول عمري شايفك جميل يا زهره. كلامك الجميل ده بيخليني اندم على كل لحظه كنت فيها بعيد عنك. امال انا اقول ايه؟ انت كنت عايشه جوايا في كل لحظه انا كنت عايشها. كنت قدامي على طول، اشوفك قدامي وانا طاير، اشوفك قدامي في كل مكان وفي كل حته بروحها.
تتحسن. أنا متأكد إن إحنا هنشوف بعض. مش عايزة أرجع. طب هشوفك إمتى تاني؟ أنت مش نازل مصر قريب إن شاء الله؟ صدقيني معرفش. معرفش تقبل مواعيد سفري والشغل بتاعي. خلاص. هقابلك الأسبوع الجاي. مستعجلة على إيه؟ أنا هوصلك لغاية باب الطيارة. لا. هوصلك لغاية الكرسي اللي في الطيارة. لا. هوصلك مصر وأرجع تاني. يبقى أنا موفا. عايزة اتكلم الكابتن. ممنوع حضرتك. قولي له زهرة عايزاك. ممنوع. ايه ممنوع؟ ممنوع انت حافظاها ولا ايه؟ قولي له زهرة. اتفضل شوف يا كابتن. زهرة؟ انت بتعملي ايه هنا؟ مش كنت تقولي لي انك موجودة في الرحلة؟ عاملها لك مفاجأة. بعد اذن حضرتك ممكن ترجعي على الكرسي بتاعك؟ معلش يا نيفين. مدام زهرة قريبتي. هو سيدة أعمال معروفة جدا. تشرفنا يا فندم. بس حضرتك طبعا عارف التعليمات. اه طبعا. نيفين خايفة عليكي. في شوية مطبات، بعد ما المطبات تخلص بقى نشرب حاجة سوا في الكابينة. اوكي؟ خلي بالك من المطب بتاعي. اتفضل. هو انت دايما بتهزر كده مع المضيفات؟ طب ايه رايك ان انا ما كنتش بهزر معايا؟ والله هي اللي كانت بتهزر معايا. احترم نفسك ماجد. ايه الحاجات دي؟ دي حاجات بتاعت حاجات كتير. لا لا لا، دي دي بقى بتاعت الارتفاع. دي بقى لا هنعمل حادثه كده. لا يلا يا زهرة ارجعي مكانك عشان هنبتدي الهبوط. يلا. وحشني. انزل بالراحة. فريد جالي في خطوبك. تصور. على العموم انا ما رضيتش اقعد اي حاجة. ليه بقى ان شاء الله؟ مش بيقولوا داري على شمعتك في ايه؟ عندك حق. في ناس كتير قوي ما بتحبش تشوف غيرها موصوفين. أقول لك إيه؟ مش كنا روحنا أي مطعم في الجبل كنا زي بقية المكان. وليه بقى نبقى زي بقية البني آدمين؟ صح؟ إحنا هنا لوحدنا ومحدش بيبص علينا وكمان كل حوالينا هنا لوحدينا. أنت غنيتي بقى. إيه ده؟ هو محدش قالك إن أنا الأيام الجاية دي هعمل شغل. خلاص أنا هسيب الطيران وأشتغل بقى منتج. مغارة جعيتا دي اكتشفها ويليام تومسون سنة 1836. دي هتبقى من عجائب الدنيا السبعة. هي فعلا عجيبة يعني.
حلوة ها؟ قوي. ايه رأيك نتجوز هنا؟ هنا؟ مش في المغارة، في لبنان، ونعمل شهر العسل كمان هنا. أنا موافقة، بس أنا عايزة أطلب منك طلب. إيه هو؟ تنزل بقى تعيش معايا على الأرض وتسيب شغلانة الطيران دي. بصراحة يا زهرة أنا ماليش شغلانة على الأرض. أنا عندي شغلانة ليك. إيه هي؟ تدير كل أملاكي. ما تزعليش مني بس مش هقدر. ليه بقى يا ماجد؟ يا حبيبتي أنا ما بفهمش غير في شغلانة الطيران، هشتغل معاك إزاي؟ تعالي هنا. انت زعلتي ولا ايه؟ زعلت منك، ولعلمك بقى انا عندي حل. ايه هو؟ هشغلك طيار عندي. يا سلام، اشتغل طيار عندك؟ اشتغل يعني طيار من غير طياره؟ ليه؟ هجيب لك طياره. طياره ايه ان شاء الله؟ طياره ورق يعني؟ طب امسكي، تعالي. تعالي تعالي، خدي الفلوس دي. اعمل بيها ايه؟ ارمي الفلوس في الميه واتمني امنيه عشان تتحقق. هتمنى ان انت تشتغل عندي طيار. سلامة الحمد لله على السلامة، جيت بالسلامة. انت ايه اللي جابك كده يا خليل؟ انت جيت من بيروت؟ ايوه. جبت لي تفاحة امريكاني معاكي؟ تفاحية الله يخرب بيتك. كده تعملي الفرح من غير ما تقولي لاخوكي؟ انا مستعد، كنت لميت لك النقطة قد كده من هناك. معلش كتر خيرك. الموضوع مش بالسهولة دي يا مدام زهرة، لازم اشوف عقد الجواز الاول واطلع على الشروط اللي فيه واشوفها عاملة ايه من الناحية القانونية. اهم شرط فيهم ان انا وماجد بنحب بعض. واظن ان الشرط ده يغني عن كل الشروط التانية يا استاذ. والله ما اقدرش ارد عليك دلوقتي يا استاذ، لازم اطلع على المراجع القانونية العاطفية وبعدين ارد عليك. طيب طالع. اهلا وسهلا. مين ده؟ جوزي ماجد. شغال ايه ده؟ طيار. طيار يا باشمهندس. طيار ايه؟ ده اتجوزت الطيارة كلها. استنوا. ايه يا حبيبي؟ انت هتفضل قاعد كده؟ مش هتقوم تاكل لك لقمه ولا ايه؟ ماليش نفس انا يا ماما. وايه اللي دخل بقى الاكل في الجواز؟ ايه اللي دخل الاكل في الجواز ايه؟ انا مش مضايقني او بمعنى صح مش فارسني غير السلطانيه اللي لبسها لي ماجد. ده اشتغلني اشتغاله. ما انا رحت سالته اذا كان في حاجه بينه وبين زهره، قال لي ما بيشوفهاش. ده مش لبستني سلطانيه، ده لبسني حله.
ما يمكن يا حبيبي، هو اصلا كان لسه ما بيفكرش فيها. ما يفكرش ايه؟ ده مفكر ومتكتك ومهندس ورسم حته رسمه وبس. ليه كان خايف انها نفسه؟ وهيخاف ليه؟ كان هيقول لك ان هو وهي كانوا متفقين مع بعض. قصدك يا ماما؟ قصدك يعني ان هو كان واثق في نفسه قوي وسايب لي الملعب مفتوح وعارف ان انا زي ابو تريكه مش عارف اشوط اجيب جون؟ ملعب ايه بس يا حبيبي؟ انتوا كنتوا ناويين تلعبوا كوره مع بعض ولا ايه؟ ماما بلاش خفه بقى، انا مفروس خلق. مفروس ليه يا حبيبي؟ ده انت الف واحده تتمناك، هو اللي خلقها ما خلقش غيرها ولا ايه؟ يا بس مفيش واحده زي زهره. اه فيها كل المواصفات اللي الواحد يتمناها. مال مزه. ماشي يا ماجد، السلطانيه مردوده بعون الله. اتجوزت زهره؟ اتجوزت؟ اتجوزت مين يا ابو ذي الاخصى انت؟ اتجوزت ماجد يا حاج. ماجد مين؟ ماجد بتاعنا؟ ما بقاش بتاعنا. ماجد ما بقاش بتاعنا يا حاج. ماجد بقى بتاع زهره. نهار اسود، معقول اللي بتعمله زهره ده؟ مش كفايه سمت ابني ماجد وكمان بتجوز ماجد؟ طب والله لا شرابه، انا هخليه ما لاقيش شركه يشتغل فيها، هخليه يقعد جنب العواطليه اللي مالين البلد. يا صباح الخير. الله صباح النور. ايه اللي عملك بالسرير؟ احنا مش اتفقنا نصحى سوا؟ انا بستعد عشان الاجازه قربت تخلص. لا بقى بالدهب. صعب ان انا بالدهب عشان خاطري. يا حبيبتي انت عارفه بقى لنا قد ايه؟ ما هو انت بقى مش عايز تشتغل معايا. اشتغل معاك ايه؟ انا كل اللي اعرف اشتغله طيار. انا طيار. خلاص اشتري لك طياره وتشتغل عليها. ايوه واجرها بالنفر. لا يا زكي، انا الوحيده اللي هركب فيها. يا سلام. وحيده عبد السلام. فرجة بس. لازم ناكل بقى. انا جعانه قوي. اه انا جعان زيك. طب هتاكلي ايه؟ اللي انت هتاكل منه. بصي بقى انا هطلب حاجه. ها؟ بس بشرط. ايه؟ تاكلي منها. ها؟ تمام. انت بتبص على ايه يا ماجد؟ الكرتون. اه طب ما تيجي تقعد هنا، اصل انا مش شايفه المكان. شايف المكان كله. فين ده؟ انا عايز امشي من المكان دلوقتي حالا. واحنا لسه قعدنا يا حبيبتي. ايه الاكل هنا زي الزفت؟ وانت كلتي حاجه؟ قالولي ان الاكل هنا زي الزفت. ايه بتكذبني ولا ايه؟ لا خلاص مفيش، اطلب الحساب ونمشي. حساب ليه؟ احنا هنا ما اتفقناش حاجه اصلا. اه عندك حق، احنا رقصنا بس. آه يلا عشان هنتعشى في البيت. مش قلتي مفيش اكل في البيت؟ هنجيب اي حاجه من هناك، من الشارع. طيب يلا اتفضل. هات البتاع ده لبسهولي. يلا حبيبي. طب بس يلا اتفضل. اتفضل انت حبيبي. اتفضل يلا. معلش بقى، اصل بنتي وجوزها كانوا بره ولسه راجعين. معلش عن اذنك ابقى اطلبك. ابقى اطلبك. مساء الخير يا ست الكل. يا طه شايفك منسجمه جدا مع السماعه، مكالمه غراميه دي ولا ايه؟ يوجهتك
لك ايه يا ماجد؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي رجعكوا بدري كده؟ مش كنتوا هتتعشوا بره؟ اصل ماجد قال لي نروح نتعشى في البيت مع ماما ولا ايه؟ اه طبعا صح. والله خير ما عملته، هو في احلى ولا اطعم من اكل البيت؟ طب بمنزل بقى البيت، في اكل في البيت؟ امال ايه؟ طبعا على ما تغيروا هدومكم اكون انا حضرت لكم لقمه. لا 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 لا، انا طلبت الاكل والاكل زمانه جاي في السكه. ها؟ طب ليه بس كده؟ ماجد عايز راحتك يا ماما. يا حبيبتي انا راحتي كده اما اشوف كنتوا مع بعض مبسوطين. يلا بقى انا هطلع اغير هدومي والبس حاجه مفضفضه كده عشان اقعد معاكم. طب ما تاخد بليديا. هاخد بايه؟ تعالى يا حبيبتي. استنى استنى عليك يا ماما. الهي ربنا يريح قلبك يا بنتي. ماجد ماجد. صباح الخير. صباح النور. هي الساعة كام دلوقتي؟ 8:30. 8:30؟ وانت ايه اللي صحاكي بدري كده؟ عشان اعمل لك الفطار يا حبيبي قبل ما تنزل. لا معلش يا حبيبتي، هفطر في المطار. الطيارة تفطر فين؟ لا هتفطر هنا قبل ما تنزل تروح الشغل. طيب حاضر. اقولك ايه؟ اعملك ايه الفطار؟ اعملك بيبي بسترما؟ لا لا عامل يا جماعه. لا بقى انا مش قادر. دي بس ابص ايدك مش قادر والله. دي بس خلاص يلا. اكل واحده دي. طب دي كمان بس. لا بقى والله والله دي بس. ارحمي امي يا زهره. خلاص والله اتاخر على الطياره وبعدين احتلت البسترما معاكي. نعم بنت البسترما وجنبي بسترما بحبها قوي. يلا يلي يغلي بار اخر مرة. يا عارفة بفكر في ايه؟ اني اعمل بس دلوقتي واغير هدومي واجي اسافر معاك. ايوة وعملت بقى ابوني في الطيارة تركبي معايا على طول. يا ريت. ايه المشكلة؟ وشغلي لان عمري ما شفت واحدة بتحب شغلها زيك. طب عمرك شفت واحدة زي بتحب جوزها بالشكل ده؟ وبتحب البيض بالبسطرمة كمان. ايه ده؟ دي اخر واحده. ماجي عشان خاطر يا ماجي. الله عليك بقى يا زهره. دي بس دي بس دي بس خلاص. دي بس عشان خاطر يا ماجي بقى. دي ماجي دي اخر واحده والله العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الاوراق دي كلها عايزه تتمدي. انت بتدوري على ايه؟ موبايلي مش لاقياه. شوفيه في الشنطه. اه صحيح. الو الحمد لله على السلامة. انت كمان وحشتني قوي. ايه ده؟ انت لسه صاحية يا صدق؟ استني عشان احضر لك العشاء. لا لا انا اتعشيت في الطيارة. اغصى عليك يا مخصموك. لو انت ما اتعشيتيش انا مستعدة اتعشى معاكي تاني. طبعا عندي خبر لو قلته لك هيفتح نفسك العشاء. خبر ايه؟ خير؟ اقوله لك في ودنك. يلا. بجد؟ من امتى؟ شهرين. شهرين؟ يبقى مفيش عشاء. يعني ايه مفيش عشاء؟ انا قلت ان انت هتاخدني تفسحني وتعشيني بره وكل عشان. لا لا انا قصدي لا في عشاء ولا في غدا ولا في اي اكل بره اوضه النوم. من النهارده انت تقعدي في السرير وانا هبقى السفرجي بتاعك. هجيب لك كل حاجه لحد عندك. كل حاجه؟ كل حاجه؟ كل حاجه. وعايزك ما تتحركيش ولا تعملي اي مجهود عشان خاطري. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ماجد؟ ايه شغل افلام عربي ده؟ لعلمك بقى الدكتور قال لي اعمل كل حاجه، اخرج واتفسح وامشي واركب العربيه واشتغل كمان لحد ما اولد. يا سلام. الدكتور قال لك كده؟ الدكتور قال لي كده. بالذمه ده كلام دكتور بيفهم؟ ده دكتور بيطري ده. خسارك يا ماجد ما تقولش عليه كده. طب لعلمك بقى ده اكبر دكتور في الوطن العربي كله. طب يعني هو هيخاف على ابني اكتر مني؟ يا شيخ ايش عرفك ان هو ابنك؟ ليه ما قلتش يا بنتي؟ صحيح يا ماجد انا عمري ما سالتك السؤال ده. انت نفسك في ولد ولا بنت؟ بصراحة؟ بصراحة ومن غير زعل. لا أكيد هزعل بس قول.
انا عايزك انت، يعني سواء ولد او بنت، المهم انك هتكوني مامته. ربنا يخليك ليا ماجد. انا ممكن دلوقتي اخليك تشيلني وتكمل بقيه الفيلم؟ الساعة 4 ونص دلوقتي فعلا؟ طب هكلم ماجد الأول أشوف وصل ولا لسه. إيه ده، معقولة لسه ما وصلش؟ إيه؟ ما بيردش؟ لا الموبايل مقفول. تلاقيه نسي يفتحه. يعني إيه نسي يفتحه؟ ده أول ما بينزل بالطيارة بيفتحه على طول. في إيه يا بنتي؟ انت على طول قلقانه كده، يمكن نسيف الطياره ولا نسيف اي حته. يعني ايه انا ولا نسيف اي حته؟ انا عارفه بقى. الو، ايوه يا ماما، هو ماجد وصل؟ لا يا بنتي لا، ولا حتى اتصل. مش هو متعود يتصل بيكي اول الطياره ما توصل؟ جايز حاجه عطلته. ماشي يا ماما، هكلمك تاني. حاضر، هكلمك، مع السلامه بقى. جربي تاني. لسه مقفول. ما تعرفيش اي حد من اصحابه؟ فريد باشمهندس ده اللي جالك هنا قبل كده؟ ايوه، هو بيشتغل معاه في المطار. طب كلميه يمكن هو يعرف يوصل. ايوه عندك حق. ايوه يا فريد، ازيك انت؟ الحمد لله. بقولك ايه والنبي يا فريد، ماجد طيارته مفروض كانت توصل 3:30، لحد دلوقتي قافل الموبايل. او النبي وطمني على طول يا فريد. متشكره قوي، مع السلامه. اطمني خير ان شاء الله. في ايه يا فوزي؟ يا جماعه انتوا قاعدين هنا ومش داريين باللي حصل. فوزي سيبني دلوقتي، احنا مش رايقين لك. رايقين لي ايه ورايق لكم ايه يا زهره؟ ده الكابتن ماجد. ماله ماجد؟ طيارته وقعت. ايه تقول ايه؟ مين اللي قال لك؟ لسه جايبين الخبر في التلفزيون وجابوا صورته من ضمن الضحايا. ماجد. زهرة؟ في ايه يا زهرة؟ في ايه يا احمد؟ الحمد لله انت جنبي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ جوز فظيع رايح كانت بتروح. خير 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 ان شاء الله. كويس انك صحيتيني، انا لازم امشي. ماجد عشان خاطري ماجد، بلاش الشغلانه ديت. شغلانه ايه؟ بلاش شغلانه الطيران ديت. لو مش عايز تشتغل معايا اشتغل اي شغلانه تانية. بلاش شغلانه المهببه دي، حرام عليك، انا كل شويه بموت. ما تخافيش، وانا الطيار الوحيد ده، في الاف الطيارين غيري. اكيد بقول لك عشان خاطري، حرام عليك، انا عايشه في توتر. يا حبيبتي انت بتقولي الكلام ده عشان انت بتحبيني. لو كل المراتات بيحبوا زواجهم بالشكل ده، مش هيبقى في حركه طيران في الدنيا. احنا لو فضلنا كده مش هنعرف نتعشى. لو سبناك لوكلوك كتير هنعرف ناكل النهارده. انا مالي، ما انتوا اللي بتضحكوا، امسك بقك انا ولا اعمل ايه؟ انا اول مره اعرف ان انت دمك تقيل. لا والله اول مره. ليه؟ انا قبل كده كان دمي تقيل ولا ايه؟ ده كفايه في لبنان ما كانش فيها اخف مني، ولا انت نسيت؟ كويس بقى عرفنا يا باشمهندس خفيف انه دمك خفيف. ما ناكل بقى. ما بلاش انت، ده انا جمالي مغرقاك. اه والله تنسيت لما كانت بتيجي عشان تاخد اخبارك وانا ما رضيتش اقول لها ان انت نادل وسبتها وهربت. لا يا حبيبي، ما تحاولش توقع ما بيني وبينها، انا حكيت لها على كل حاجه. وانت اقتنعت يا مدام زهره؟ شايف ايه؟ بصراحه شايف قدامي احلى 2 عرسان. ايوه يا سيدي بقى، احسدنا قر علينا. انا عارفك وعارف عينك اللي تفلق الهرم مش الحجر. تكونش انت اللي عملتيه العمل زي امي ما قالت لي. والله العظيم انا كل ما افتكر حكايه ام قصدي والده حضرتك والعمل دي اموت بالضحك. عايز اقول لك، من ساعه ما الراجل ده تقبض عليه وعرفت ان هو بتاع ستات، والله العظيم لحد دلوقتي قاعده في الاوضه ما خرجت منها. انا خايف تجي لها عقده نفسيه من الرجاله. طب اقول لك ايه يا باشمهندس،
ايه رايك تفك لها العقده دي وتتجوزها؟ يا ريت. هو انا طول ده كفايه والله ان هي والده مدام زهره. ميرسي. على فكره انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ والله انا مستني حظي يضرب زي صاحبي كده ولاقي واحده زي. تبقى بتحلم وماله يا عم؟ ما انت كمان كنت بتحلم وحلمك اتحقق اهو. مين عارف، مش يمكن انا كمان حلمي اتحقق في يوم من الايام. ما تاكلوا يا جماعه، ما تاكلوش ليه؟ زي بيكوا يعني كله. مفيش حد في الدنيا هيقدر يفرقنا عن بعض. انت مراتي وهتفضلي مراتي لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا ماجد، ما تقولش الكلمه دي تاني. على العموم انا ممكن اعمل بنصيحه فوزي، احنا ممكن نسيب له البلد باللي فيها ونسافر اي بلد تانية. قلت ايه؟ هي فكره كويسه بس انا خايفه امي ما ترضاش. انت عارف ان انا حامل وماجد لسه صغير، يعني محتاجاها جنبي قوي. ماما بتحبك ولو سافرتي هتسافر معاكي لاخر الدنيا، ما افتكرش انها هتقول لا. تأجل؟ ايه يعني تأجل الخطوبة؟ لا اوعى، ده انت لو اجلت مش هتتجوز في سنتك. طبعا. انا هكلمك بعدين. لا على العموم احنا ممكن نعزمكم عندنا اسبوع في شهر العسل، وهكلمك واقول لك احنا في انهي بلد. ماشي يا سيدي. طيب طمني، العروسة حلوة؟ بعت لنا صورتها على الايميل. زهرة بتقول لك ابعت لنا صورتها على الميل عشان نديك الاوكي. اوكي؟ اوكي ماشي، احنا مسافرين بعد بكرة. يلا مع السلامة. مقنع وانا كذاب؟ هما مسافرين فين؟ مسافرين برا. انهي بلد يعني؟ ما مرضيش يقول لي ابن بس انا ماما حاسه ان السفريه دي فيها ايه. يكونش مراته هبشت هبشه من بتوع البنوك دي وناويه تهرب؟ لا ممكن. ادينا جبنا الفيلا يا ستي. حلوه قوي 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 قوي. وايه رايك بالمنظر ده؟ حلوه قوي 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 قوي. انا بقى عندي اقتراح. ايه هو؟ ايه رايك تفتحي مكتب استيراد وتصدير؟ استيراد وتصدير؟ طب هصدر ايه وهستورد ايه؟ ممكن تعملي دراسه في السوق، تشوفي ايه الحاجات اللي مش موجود منها دي تستورديها، والحاجات اللي موجود منها كتير دي تتصدر. حاجه بسيطه يعني. شفتي بقى الشوام شاطرين ازاي؟ سوريا ولبنان بلاد التجاره. انا بقى ابويا الله يرحمه كان تاجر، بس انا بقى ما غويتش التجاره. انت لو كنت غويتها كان زمانك دلوقتي نافعني. يا سلام، ومين قالك ساعتها ان احنا كنا هنتقابل؟ ليه؟ انا كنت هاجي اشتري منك وانفعك. انا شايفه ان الكلام اللي بيقوله ماجد مظبوط. على العموم انا في هنا تجار كبار صحابي، ممكن تقعدي معاهم وتفهمي منهم وضع السوق. ايه رايك؟ اشوف. هلا، هاتي بقيه الحاجه اللي عندك جوه. Thank you.